نقولوا لك السيد بن ناصر، وحنا كننظموا هذه الليله التضامنيه البيضاء على راديو اصوات، الهدف ديالنا والحلم ديالنا انه حنا كجسر ديال الخير وديال التواصل، بغينا الناس اليوم الا كاينين منعشين عقاريا كيتسمعوا لينا، الا كاينين الناس اللي كيخدموا في المجال ديال البني، الا كاينين الناس اللي كيخدموا في المقاولات ديال الاسمنت، الا كاينين الناس اللي في المقاولات ديال الصباغه، الا كاين اي فعاليات مغربيه المغاربه ديالنا الحرار والكرام، الا كاينين اليوم ومازال ممكن يتعاونوا اولا. ساميه شركات عظيمه جدا في هذا المجال معروفه في المغرب وكيقيلوا في الاشهارات من الصباح حتى الليل، ما فيها باش يشغلوا راسهم شويه في عمل الخير بطريقه اخرى المنظمه اللي معنا، ويجيو عندنا ويهضروا معاهم ويقولوا اسمهم، ويعني بلا ما نقول اسماء ديال راه يعرفوا راسهم معروفين، يعني شركات وكاين الناس وكاينين الخير صراحه ماشي ما كيتسمعوش. شو واحد القضيه وفي ذلك فليتنافس المتنافسين، كاينه هذه الجمعيه ديال فارماسين، لا هذه هي الكلمه اللي كتحضرني من قبيله، وهي هذه الجمعيه ديال فارماسين مشكوره ومشكوره بحراره، والله يثبت الاجر لان هذا اجر وصدقه جاريه، اقترحت العمل ديالها واقترحت المساعده ديالها، فكنتمناو نسمعوا مساعدات يدقوا علينا ان شاء الله. غادي بلا شوفوا لي الطويل، وانا زعما كنتخاطروا بان غادي بان الناس غادي تقترح الخير، وبان الناس غادي تعبر على المسانده ديالها وعلى التضامن ديالها، كيف قلتوا شركه العقار شركه البناء عيطوا ما تريد نعيطوا بطبيعه الحال، كيف قلتي اسماء معروفه حنا ما غاديش نبداو نديروا معروفين بالخير، كاين شركات ديال البناء اللي معروفين بالخير، ناس محسنين ومحسنين كبار وعطوا ديور، فما غاديش يعني ماشي القضيه ياك رشيد، ماشي البناء ديال قلميم اللي غادي يغلبهم.